زي ما حضرتك قلتي، طب اعرف منين ده استهلاكي الحقيقي؟ انا كمواطن اعرف منين ان ده استهلاكي؟ مظبوط. اولا يعني العدادات القديمه بيجي الايصال في البيانات الاتيه، من ضمن البيانات جزء اسمه القرايه الحاليه والقراءه السابقه. القراءه الحاليه هو ده اللي يهمنا، القراءه السابقه الفرق ما بينهم هو ده اللي بي 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 بيترجم بالاستهلاك، انما القرايه الحاليه فرق ما بينهم هيبقى المره دي زياده للاستهلاك. يبص على القرايه الحاليه اللي موجوده في الايصال، وابص على القرايه اللي موجوده في العداد، حاجه من الاثنين، يا اما اللي موجوده في الايصال اكبر. هو انا سهل ان انا اعرف القرايه اللي موجوده على العداد؟ سهل جدا. يعني قد كده العدادات سهله يعني؟ بس انا حاولت طبعاً مره اعمل الحكايه دي وفشلت الحقيقه، لقيت في كذا قرايات كده ما بقتش عارفه. لا هو بص يا فندم، في رقم كده هوت او في كاونتر كده عداد بيلف موجود بالانجليزي كده هوت، موجود في وسط العداد بارقام واضحه. ايوه هذيك. وبالتالي ممكن ابص كده احط الاثنين تحت بعض كده، هيبان على طول دوت القرايه دي كذا والقرايه دي كذا. لو انا لقيت القرايه اللي موجوده في الايصال اكبر، يبقى معنى كده ان القرايه ديت مش صحيحه. مباشره. يبقى معنى كده هوت على طول بتوجه للاليات وبقولها معنى كده ان هو حطني ممكن في شريحه ثانيه خالص. في خطا موجود، بالرغم ان هو انا باكد مره ثانيه ان هو في تاكيد على مراجعه كل الفواتير قبل اصدارها ودقه قراءه، ولكن زي ما حضرتك قلتي ان الخطا وارد. واحنا ايه الاسلوب اللي احنا اول حاجه نعرف ازاي ده استهلاكنا ولا لا، ونعمل ايه؟ تمام. لو انا لقيت القرايه اللي موجوده في الايصال اكبر، معنى كده على طول مفيش حاجه، المبدا العام مفيش حاجه اسمها ادفع بعدين اشتكي. لا يا سلام، كنت لسه هقول. طيب مش هدفع. لا حضرتك هنعمل ايه؟ هنصور الكعب الايصال. انا مش هدفع دلوقتي، هصور كعب الايصال وحاجه من الاثنين بقى عندي، يا اما في تطبيق صغير اسمه شكاوى الفواتير بينزل على التليفونات العاديه اللي معايا اللي مع الكل يعني. ودوت بصور الايصال وصور العداد وابعته على الفرع اللي تابع ليه، وهو اوتوماتيك بيتواصل معايا وعلى طول بيبحث في المشكله. معقوله بالسهوله دي؟ الموضوع يعني مش معقد قوي. او ممكن ان انا اتصل برقم 121. 121 ده خط ساخن، يمكن حضرتك قبل كده يعني جربنا ان احنا نتصل بيه، عشان الناس اللي بيقولوا لا ده ما بيردش، لا دي شركه مستقله وبالمنتهى الشفافيه والمصداقيه يعني، وبنتابع احنا الحاجات دي كلها. الرقم 121 حضرتك بيتصل بيه بيقول له والله انا عندي شكوى ان